يظهر في هذه الصورة السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، وكان حينها قائد سرية مدرعات منذ عام 1985 إلى عام 1986، ويظهر بجانبه اللواء ركن متقاعد نصيب بن حمد الرواحي، أول قائد للجيش السلطاني العماني، حيث قاد الجيش منذ عام 1984 إلى عام 1987. وفي هذه الصورة يظهر قائد الجيش السلطاني العماني اللواء ركن متقاعد نصيب بن حمد الرواحي، وبجانبه الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وذلك في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة، وفي أوقات السلم يتحملون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة. ولذا يتعين على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزود بالمعارف المختلفة بشكل منتظم، واستغلال كافة الفرص المتاحة، ولا سيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية. ويعد الجيش السلطاني العماني قوة حديثة متطورة ومتكاملة البناء والتسليح والتنظيم، ويضم في صفوفه أسلحة المشاة والمدرعات والمدفعية ومنظومة الدفاع الجوي والإشارة والأسلحة الإدارية الأخرى، متسلحا بالقدرة والكفاءة على خوض المعارك بفضل العناية المستمرة بالتدريب والتحديث وتطوير مستوى الأفراد والمعدات، حيث تأسس في عام 1907 ممثلا في قوة مشاة صغيرة يطلق عليها حامية مسقط آنذاك. لم يكن لها مهام أكثر من كونها حامية منطقة مسقط، ثم تطورت وتوسعت وسميت في عام 1921 بمشاة مسقط. ظلت القوة العسكرية الوحيدة في عمان إلى أن أدت التطورات التي حدثت في أوائل الخمسينيات إلى تشكيل بعض الوحدات الأخرى، ثم استمر في التطور تدريجيا من حيث التنظيم والتسليح. وفي مطلع عام 1976 أعيد تنظيم القوات المسلحة بصفة عامة، فأصبح سلاحا مستقلا أطلق عليه قوات سلطان عمان البرية حتى عام 1990، عندما صدرت الأوامر السامية بتسميته الجيش السلطاني العماني. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.